عايزينها تكمل. طيب الخبير الاجنبي دلوقتي بيقول ان انا تعرضت لاساءه او تجاوز، انا عايز حقي من انتوا تجيبوا لي حقي. والاستاذ عبد الحكيم اهو النهارده دلوقتي بيقول ان هو المرحله الاولى ان هو هيعمل كده، احنا مش عايزينه يعمل المرحله الثانيه. ايوه صح، يعني احنا لان ده خطر على الرياضه المصريه، مش عايزينه يعمل المرحله الثانيه لان هتبقى خطر على الرياضه في مصر وبالتالي شكل الرياضه المصريه، شكل يعني الرياضه المصريه. وبالتالي يا جماعه وبعدين هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لا وغير كده الكلام اللي اتقال ضد امين عمر ما حدش يقبله يا كابتن، ده كلام مهين جدا. يعني انا مثلا لو اتكلمنا عن نفسي ما حدش يتقبل ان حد يتقال في حق حكم، في حق حكم. هتجيب الناس في القطر ولا ايه؟ ماشي عايزين والله يا كابتن نفسي كمل كفايه. فطبعا لا يعني، وبعد كده المشكله كمان انت هنا بتقول ما ينفعش يلجا لمحاكم مدنيه لان انا مش هدخل ككوره في المحاكم المدنيه. طب المفروض الحكم اللي تم التجاوز في حقه ده يروح لمين؟ انا عن نفسي ما اعرفش الاليات. الحكم رئيس لجنه الحكام اشتكى مثلا لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره يملك اليه ان يحوله لجنه الانضباط، لكن الحكم ده المفروض يعمل ايه؟ يعني انا اديت مذكره لاتحاد الكوره، بيكتب مذكره ويقدمها لاتحاد الكوره. طب وماشي، واتحاد الكوره ما عملش حاجه، المفروض اعمل ايه؟ والمجلس بيحول للجنه الانضباط. لا برضه هو لجنه الانضباط يا كابتن هتروح في المعضله دي؟ والله بقولها لك، اصل انا عارف السيناريو هيقول لك ايه. بيحول للجنه الاولمبيه ينفع؟ البدايه لازم تبقى برضه من الطرف المعتدى عليه. بالظبط. يعني بالزبط. يعني انا حكم، انا مش بتكلم بقى. بس في وقائع يا استاذ جمال، انا هديك مثال في وقائع. يعني مثلا كابتن اسلام طلع تجاوز في حق حكم، في دي محتاج ان انت حكم تروح تقدم مذكره فيها. في حاجه اسمها في حكمين في دوري الدرجه الثالثه اتضربوا ورجعوا قال لك مفيش حاجه الدنيا كويسه. ما ينفعش يا جماعه. هو والله لا، اللي اتضرب ده لو رضي على نفسه، لا مفيش حاجه لو رضي على نفسه يا كابتن الله. يعني كارثه. هو نفس الشخص، هو نفس الشخص. لا 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 لا، دي ملهاش الماتش بتاع الترسانه والسكه الحديد، ما هو نفس. ما هو حكم الترسانه امين عمر كان هو نفس حكم ماتش اسوان. لا هو لا امين عمر ما كانش حكم ماتش الترسانه. لا الترسانه كان محمود الدسوقي، كان حد اسمه محمود كده حاجه كده، لكن لا ما كانش امين عمر. لا ما كانش امين، لا 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 كان حد تاني، كان حد تاني. امين عمر حصلت معاه وقعه في ماتش من المباريات في دوري الدرجه الثانيه قبل ماتش الزمالك بحاجه بسيطه. لا السنه دي، كلام النهارده، السنه دي في كلام النهارده، اتنين حكام تم الاعتداء عليهم في دوري الدرجه الثالثه. ما هو يعني انت بتتكلم برضه محمود الدسوقي كان ماتش الترسانه، لكن خليني اقول لحضرتك حاجه. ما هو الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه بتبص لمين؟ هي على بص للدوري الممتاز. طبعا طبعا. فالدوري الممتاز انا شايف يعني احنا هتقول لي يا عم اسلام انت بقيت دلوقتي تبع الحكام. انا مش تبع الحكام ولا حاجه يا جماعه، ولكن انا لما بنتقد على فكره، بنتقد اداء التحكيم وبنتقد. ولو شفتهم في الشارع بقول له يا كابتن فلان احنا عندكم كذا وكذا اخطاء وكذا 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 وكذا، لكن عمري ما تجاوز في حقه. وده كذا وده كذا وده كذا. في حاجه مهمه جدا يا كابتن، ان احنا لازم شركه الكوره اللي احنا بنقدمه على الورق للكاف لازم يتفعل. الايه؟ شركه الكوره، رخصه شركه الكوره اللي انت بتقدمها في الانديه اللي بتشارك لازم يتفعل لسبب. انت وقت ما شركه الكوره تتقدم وده يتفعل، لما تيجي واحد يتجاوز هتعرف تحوله لجنه الانضباط، لان الراجل ده يمثل الكوره بالنسبه لك، هتعرف تحاسبه. لكن انت هنا لو جيت حولته والله هيجي يقول لك اصل انا ماليش دعوه. انا مش عايز اتناقش في حاجات المفروض ان هي بديهيه لا يمكن التناقش فيها، لانه الخاطئ يجب ان يتم محاسبته، ولو تم محاسبه المخطئ خلاص الموضوع انتهى. قبل تطبيق الشركات والكلام والحاجات دي كلها هناخدها ببساطه جدا، انت بتلعب ماتش كوره، الحكم يتشتم ويتضرب وانت ساكت، يبقى في ايه؟ هيقول لك ما خدت قرارات. يعني لازم، ما هو مش له جهه بتحميه، مش هو في لا إيه؟ لا هو بيقول لك اتحاد الكوره خد قرارات مثلا في ماتش الترسانه والسكه خد قرارات وشطب ناس وعمل ناس. انا شايف ان في حول حاجات أقوى. لا استنى، ده كويس جدا حضرتك فكرتني حاجه كويس جدا. طب هو حول طارق سعيد على ما اتذكر وابنه للجنه الانضباط وعمل لهم تحذير، هل حصل الكلام ده مثلا في واقع امين عمر؟ لا وماذا بعد تحويله؟ ما نعرفش ايه اللي حصل في ماذا بعد. لا انا فاكر القرارات دي فعلا. انا حضرتك كويس انك فكرتني. رئيس نادي الترسانة وابنه تقريبا مشرف عام على الكوره او حاجه زي كده تحول. اتاكدوا لنا يا جماعه والنبي من الموضوع ده بعد اذنك. لا عضو مجلس اداره. ايوه طارق سعيد رئيس نادي الترسانة حولوا لجنه الانضباط. انا فاكر القرارات وبعدها ما حصلش حاجه. طب لم تعلن القرارات، لم يتم الاعلان عن قرارات حتى الان يعني في هذا الامر. يعني انا اللي اعرفه مثلا انت المفروض كنت وقعت زي امين عمر. انا اللي شفت، خلينا نتكلم على اللي انا سمعته بودني، وقعت التجاوز في حقنا امين عمر. انا كنت شايف ان الوقعه دي كانت تستحق على الاقل، حتى انت مش عارف تاخد اجراء معاه ان طيب يحول لجنه الانضباط. احنا بنتكلم في كل ده ليه؟ لانه يجب حمايه الحكام. حتى لو انا طلعت اهو، انا بقول اهو، حتى لو انا طلعت غلطت وتجاوزت في حق الحكام، يجب ان يتم حمايه الحكام. امام طبعًا. لو انا اخطات او تجاوزت يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه.